بسم الله نبدأ. مرحبا بك معنا في مقرر تنظيم حاسبات 2. ما زلنا في الباب الأول من هذا المقرر، وهو بعنوان Central Processing Unit، وفيه ننتقل إلى الدرس التالي. Chapter 1 Lecture 11 Instruction Format. هذا الدرس حول كيف يكون شكل التعليمات في الحاسب. وفي هذا الدرس سنعرف موضوعين. أولاً Instruction Fields، ما هي الحقول التي تكون التعليمة. ثانياً Number of Address Fields in the Instruction، كم عادة تكون عدد الحقول الخاصة بالعناوين في التعليمات. وبالمحصلة بعد الانتهاء من هذا الدرس سنعرف مكونات التعليم المختلفة، منها ما هو يستخدم للعلامة الساين، ومنها ما هو يستخدم للعمليات الأوبكود، ومنها ما هو يستخدم للعناوين. نبدأ بالinstruction fields أو حقول التعليم. The most common fields in instruction formats are، أهم الحقول التي غالبا ما نجدها في تعليمات الحاسبات هي هذه الحقول الثلاث. الحقل الأول المود فيلد، هذا الحقل يحدد الطريقة التي نحسب بها الإفكتيف أدريس، وكما نعرف فإن الإفكتيف أدريس هو العنوان الذي نجد فيه الأوبرند، هو العنوان الذي نجد فيه البيانات المراد العمل عليها في التعليم المحددة. إذن هنالك حقل في التعليمة يخصص لتحديد المود أو تحديد طريقة الوصول إلى الإفكتيف أدريس. الحقل الثاني الأوبريشن كود، ويختصر بالأوب كود. هذا هو حقل الأوبريشن كود، وهو الذي بمحتواه تحدد العملية المراد تنفيذها. Then operation code specifies the operations to be performed. طبعا في كل تعليمة هنالك عملية محددة. كيف نعرفها؟ ينظر الحاسب إلى محتوى الopcode field ليحدد الoperation المفروض تنفيذها. الحقل الثالث الaddress field، هذا الحقل نجد فيه عنوانا في الذاكرة أو عنوانا في أحد سجلات المعالجة. This field designates a memory address or a processor register، حيث نذهب إلى العنوان المطلوب في التعليم المحددة وفقا لمحتوى هذا الحقل، وهو حقل الأدريس. إذن فورمات النهائي للإنستركشن وعبارة عن عدد من البيتس، جزء منها يحدد المود، وجزء منها يحدد الأوب كود، والجزء الثالث يحدد الأدريس. وشكل الفورمات يحتوي على هذه الحقول الثلاث. طيب بالنسبة للأدريس فيلدز، الكمبيوترز تختلف، الحاسبات تختلف. بعض الحاسبات may have instructions of different lengths containing varying number of addresses. ليس بالضرورة أن كل التعليمات في جميع الحاسبات لها نفس الطول أو نفس عدد البيتس.
لا، الحاسبات قد تختلف في أطوال التعليمات وبالتالي في عدد البيتس المكونة لتعليماتها، وأيضا قد تختلف الحاسبات في عدد الحقول المخصصة للعناوين. هنالك حقول تخصص للعناوين، قد يكون هنالك حقل واحد للأدرس وقد يكون هنالك أكثر من حقل للأدرس. The number of address fields in the instruction، كم عدد حقول العنوان في التعليمة، يحدده أو يعتمد على depends on the internal organization of its register، يعني من حاسب إلى حاسب كم يكون عدد الحقول المخصصة للعناوين، هذا يعتمد على التنظيم الداخلي لسجلات الحاسب المحدد، وهنالك أكثر من تنظيم داخلي لهذه السجلات كما سنرى في الدرس القادم.